خلاص تكون خلصت. فصل العمال وقطع ارزاقهم وخراب بيوتهم. في حاله من حالات الزعره اليومين دول بحق العمال اللي هم الحته الضعيفه بالنسبه لاي حد، اي حد مش عاجبه حد يفصله، وبالذات النقابيين منهم، على الرغم ان القانون يحمي النقابي يحميه ويمنعه من النقل اصلا ويمنعه من الفصل، الا ان الحاله القائمه الان في البلد حاله من حالات العدوان على حقوق العمل. يعني في الوقت اللي بلدنا فيها جيش طويل من طابور البطاله، النهارده اصحاب العمل بيضيفوا لطوابير البطاله جيوش اخرى. احنا ضد هذا، نشكو، جينا نشكو للنائب العام بعد ان شكونا للسيد رئيس الوزراء الذي احال الامر لوزير العمل، ولا ده عمل حاجه ولا ده عمل حاجه. شركة كابري نقابات مستقلة تم فصلها الخمسة فصل تعسف، كوننا أعضاء نقابة مستقلة. طب أنتوا بتطالبوا بإيه؟ بنطالب بعودتنا للشغل وقانون النقابات المستقلة يدفع. طب هما فصلوكوا ليه؟ مفصولين ليه؟ قرار المحكمة العمالية فهم التحريض على الإضراب. بتحريض؟ عملتوا إضراب قبل كده؟ زمايلنا عملوا وقفه احتجاجيه بسبب العلاوه الاجتماعيه اللي اقرها رئيس الجمهوريه، تمام؟ اتهمونا ان احنا اللي حركنا زمايلنا على كده. طب انت مش خليكم مطالب قدمتوها لهم؟ احنا قدمنا غير طرف العلاوه اللي هي طرف العلاوه هم ما استجابوش يعني. وطلبوا طلبوا من اعضاء النقابه التفاوض. تم دبحنا لمجرد طلبنا بالعلاوه 15% شهر 7. حضرتك انت متضامن مع اللي هم العمال دول؟ العمال ايوه. انت بحزب التحالف الشعبي؟ انا امين عام مساعد امانه العمال بحزب التحالف. ومستنيين ان هم يدوا راي، يعملوا رد ليهم؟ احنا هنعمل مذكره للنائب العام عشان يحل مصلحه العمال تفصل العمال وعشان يخرجوهم ويعوضوهم. حسب تربورت رجعنا العمل تاني، احنا قاعدين بقالنا سنتين اتنين من غير شغل ومش قادرين ناكل ولا نشرب. طب ليه ما قاعدين اخر بهدلة؟ انت مش في شركة غزل شبين؟ ليه ما بتعملش؟ طلعونا معاش مبكر. طب ليه؟ طلعونا، لو سمرة ما عملتش كانوا سرحوا العمالة كلها الموجودة.